هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. كان نظام العينة في القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر. البرهان يفرض حالة الطوارئ ويحل مجلس السيادة والحكومة ويعلن عن إجراءات استثنائية حتى الانتخابات. فهل انفرد العسكر بالسلطة في السودان؟ سقوط ضحايا في التحركات الشعبية الرافضة لعودة الحكم العسكري، هل يستطيع المكون المدني المواجهة في الشارع؟ إدانات دولية وأممية لخطوة الجيش التي أعقبت زيارة الموفد الأمريكي، فأي غطاء خارجي للانقلاب في السودان؟ مرحبا بكم. ما كان من الصدام مهرب، كانت هذه الخلاصة متوقعة عقب ما كان يجري في السودان في الأسابيع الأخيرة. اتخذ العسكر القرار مع تسارع العد العكسي لتسليمهم السلطة للمكون المدني، فالشوارع انقسمت إلى فسطاطين، واحد مؤيد لحكومة عسكرية وآخر مؤيد للحكم المدني. مشهد تقول قوى الثورة إنه ناتج عن دسائس الجيش لشق صفوفها من أجل تبرير بقائه في الحكم. وكان الجيش يصوب في معركته على فشل الحكومة، ولا سيما في الأزمة الاقتصادية بصفتها شريكا مضاربا في السلطة. فهل أخطأ المدنيون بمنح الثقة للعسكر؟ وهل كان الجيش سيسلم الحكم حقا؟ لكن ماذا عن المستقبل؟ من الواضح أن القوى المدنية تراهن على خيار وحيد والشارع. فهل تكفي المواجهة الشعبية لاستعادة ما فقد؟ أما العسكر فيبدو أنه يتكئ على خطة متكاملة تحظى بدعم أبعد من الخرطوم. ففي الخارج ما من طرف إلا وأدان الانقلاب، لكن المراقبين توقفوا عند تحرك عبد الفتاح البرهان وفريقه بعد ساعات قليلة على محادثات الموفد الأمريكي جيفري فيلتمان الذي ترك مقترحات لحل الأزمة بين أيدي مستضيفيه. فهل غطت واشنطن الانقلاب أم أن المجلس العسكري تحرك عقب موقف أمريكي غير داعم له؟ أم أن الولايات المتحدة عاجزة عن التدخل وسط مشهد الانسحاب الكبير من المنطقة؟ وهل ما جرى تداعيات لخلافات إقليمية؟ وسط كل هذه التساؤلات، ما مصير التطبيع رغم أنه لم يكن من الملفات الخلافية الكبيرة؟ إذن هذه عناوين ومحاور مسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من العاصمة الفرنسية الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد ترشين. معنا من العاصمة القاهرة المستشار في مركز الأهرام للدراسات الأفريقية الدكتور هاني رسلان. ومن واشنطن ينضم إلينا الخبير في الشؤون السياسية سيد سعيد عريقات. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير. إذن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة وتجميد كل اللجان المنبثقة عن الوثيقة الدستورية. دخان أسود ونار، كذا هو المشهد في الشارع السوداني الملتهب. استيقظ العالم على انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واعتقل من جرائه رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ومعظم وزراء حكومته. سبقت ذلك بساعات لقاءات أجرها الموفد الأمريكي جيفري فيلتمان، قدم خلالها اقتراحات لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. أما أولى نتائج الانقلاب فكانت إعلان البرهان حل المجلس والحكومة الانتقالية. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، خامساً حل مجلس الوزراء، سادساً إنهاء تكليف ولاة الولايات، سابعاً إعفاء وكلاء الوزارات. البرهان دعا إلى انتخابات في تموز يوليو 2023، وقال إن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات. انقلاب جعل الشارع السوداني يشتعل من جديد. الآلاف خرجوا منددين بما قام به العسكر ومطالبين بتحرير المعتقلين في وقت أكدت فيه وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي للميادين
أن حكومة حمدوك شرعية وقائمة دستورياً. نرفض أي انقلاب من أي جهة أتى وبأي مخول أو تبرير ذكر. لذلك هذا موقف مبدئي. موقفنا المبدئي الثاني أننا نقاوم هذا الانقلاب بكل الوسائل السلمية ونمنع بكل ما أوتينا من قوة انزلاق بلادنا في هذه الأوضاع الهشة إلى أي مواجهات مسلحة أو قتل أو دمار أو فوضى. وعلى خط موازن أعلنت قوى الحرية والتغيير العصيان المدني الشامل في كل مرافق البلاد، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن قرارات البرهان ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع. أما في المشهد الخارجي فاتهامات لمصر والإمارات باحتضان الانقلاب وسط موقف أمريكي بدا ملتبساً. مرحبا من جديد بضيوفنا، سأبدأ وإياك دكتور محمد تورشين من باريس. مهتمة أسمع تقييمك لما جرى، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه في المشهد بالسودان؟ هل كان الأمر متوقعا وما التوصيف فعلا ما جرى برأيك؟ التحية لك وللسادة الضيوف الكرام ولكل المشاهدين الكرام. فيما يتعلق بما حدث في السودان هو انقلاب عسكري بما لا يختلف عليه اثنان، لكن كل المؤشرات منذ الوهلة الأولى كانت تبين بأن الجيش السوداني أو المجلس العسكري السوداني الذي انقلب على نظام البشير وهو كان اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ كان يرغب في الاستمرار للسلطة وسعى من خلال أيضا تواصل مع بعض القوى السياسية وزعماء القبائل والإدارات الأهلية لتكوين حاضنة سياسية، لكن فشل في ذلك مما جعله يعني ينصاع لإرادة الشعب السوداني والدخول في مفاوضات مباشرة مع قوى الحرية والتغيير وما توصل إليه لوثيقة دستورية في أغسطس 2019. لكن المؤسسة العسكرية منذ اللحظة الأولى كانت تزعى من خلال التضييق على الحكومة الانتقالية، من خلال عدم خضوع الشركات العسكرية لولاية المال العام، كذلك مساهمة أو اتهامات من قبل لجنة إزالة التمكين وآخرين بأن المؤسسة العسكرية ممثلة في عبد الفتاح البرهان تحمي دوائر عديدة ومتهمة بالفساد، متهمة بالمتاجرة في العملة والمضاربة بها، وكذلك تهرب الذهب السوداني عبر طائرات محمية إلى خارج السودان والكثير من القضايا. استطاع الجيش بذكاء متوقع أنه يوظف الأزمة السودانية وانقسام القوى السياسية السودانية بين قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني وقوى التغيير المجلس المركزي. هذا الانقسام ظل قليلا ورويدا رويدا يتسع بين شركاء الأمس حتى وصل إلى مرحلة اعتصام. إذا كان متوقعا إذا سيد تورشين أو دكتور تورشين معذرة، لم يكن بالإمكان الحيلولة دون الوصول إلى هذه النتيجة لا من أمر في الداخل السوداني ولا حتى بالقوى الفاعلة؟ المسألة هذه كان يمكن يعني استدراكها وتجاوزها باتجاهين. الاتجاه الأول في تقديري كان يمكن أن تجري القوى السياسية المدنية اللي بتشكل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية حوارات وطنية عميقة ذات دلالات استراتيجية يمكن أن تفضي إلى توافق وطني. فالخلاف منحصر في جزئيات بسيطة جدا متمثلة فإن قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني تدعو إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية بتشكيل حكومة تنفيذية من الكفاءات الوطنية وكذلك مجلس تشريعي من قاعدة عريضة تشترك فيه كل القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول، بالإضافة لاستكمال هيكل الفترة الانتقالية من مجلس تشريعي وكذلك مفوضيات والمجلس العالي للقضاء والمفوضيات المعنية بالانتخابات. الضفة الأخرى من قوى الحرية والتغيير ترفض توسيع قاعدة المشاركة باعتبار الذين تزعى حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان أو المجلس المركزي يرفض هذا الطرح باعتبار أن المجموعات التي تزعى قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني إشراكها هي يعني مجموعات شاركت النظام الحوثي إن كانت حركات مسلحة أو أحزاب. هذا التباعد وهذا الاختلاف الكبير لم تكن مجموعتي قوى الحرية والتغيير جادة أنا في تقديري، والإرادة السياسية وعدم استدراك المخاطر التي يمكن أن تصل إليها. أشرت دكتور بشكل أو بآخر لأنه ساهم يعني
يعني المكون العسكري بشكل أو بآخر لإحقاق هذه الفرقة. اسمح لي هنا أستشير سيد هاني رسلان، مرحبا بكم. هل لديكم تفسير بشكل أو بآخر لما جرى في السودان؟ ما الذي أفشل العلاقة بين البرهان كما يقدم ومن يقف خلفه وحمدوك ومن يقف خلفه، أم أنه تم إفشال هذه العلاقة بمحطات لإتمام انقلاب بشكل أو بآخر كان بالأساس من المكون العسكري بشكل أو بآخر؟ أشار الدكتور تورشين إلى ذلك، هل ترون الأمر بهذا الاتجاه؟ هو طبعا الظروف السياسية في السودان التي أعقبت الإطاحة بنظام البشير فرضت على المكون العسكري أن يقبل بالشراكة مع مكون مدني، والمكون المدني أيضا لم يجد وسيلة للخروج من يعني لحسم المسألة إلا بقبول هذه الشراكة التي عبرت عنها الوثيقة الدستورية. لكن هذه الشراكة من بداية الأمر لم تكن متجانسة بما يكفي لقيادة البلاد لإتمام المرحلة الانتقالية بسلام وصولا إلى الانتخابات. في هذا السياق كان من المتفق عليه أنه النصف الأول من المرحلة الانتقالية ستكون الرئاسة للمكون العسكري، ثم يعقبه المكون المدني. هذا الموعد يقترب وهناك اختلاف على الموعد، وفي السياق حدثت أزمات كثيرة نتج عنها عدم استكمال المكون المدني لما نصت عليه الوثيقة الدستورية من المجلس التشريعي والمفوضيات وغيرها، وظهور انقسامات واتهامات بأن هناك أربعة قوى من تحالف الحرية والتغيير هي التي تحتكر القرار وتحتكر أيضا المشاركة في السلطة والحكومة، وبالتالي بدأت شقة هذه الخلافات تتسع. وساهم في زيادة حدة الاستقطاب ظهور مشاكل مجتمعية ناتجة عن قضايا سياسية وعن أوضاع معيشية صعبة، والاعتصام الذي جرى في شرق السودان منذ شهر تقريبا وساهم في الدفع بالخلافات إلى مرحلة من الانسداد. من يتحمل المسؤولية هنا سيد رسلان؟ بمعنى هل دبر الأمر من المكون العسكري إفشال هذه القوى السياسية بالمهمات التي يفترض أن تطلع بها بالوثيقة الدستورية برأيك؟ المسؤولية في الحقيقة تحملها الجميع، لأن هناك أزمة وحالة انسداد شارك فيها كل الأطراف بكلهم يعني بنسبة ما. لكن ما حدث الآن والإجراءات التي اتخذها الفريق البرهان لا تمثل مخرجا من هذه الأزمة، بل تبدأ أزمة جديدة ستكون لها أبعاد متعددة واقتصادي صعب وانقسامات متعددة. طيب سيد سعيد عريقات، المشهد في السودان هو مرتبط من الداخل إلى الخارج والخارج في الداخل بشكل أو بآخر، لسيما ما بعد الإطاحة بحكم البشير وصولا إلى الاتفاق الوثيقة الدستورية إتماما لما نراه اليوم على ما يقدم ويطرح وفي قراءة حصيفة أساسا للمشهد السوداني وفق هذا الخط الزمني الذي يعني حاولت أن ألخصه. هل يمكن بداية أن نقيم الموقف الأمريكي؟ هل بدأ الموقف الأمريكي واضح بينما يعني قالته السفارة الأمريكية وصولا لما أعلنه يعني قبل بعض الوقت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تعليق المساعدة المالية الأمريكية بشكل أو بآخر، مطالبة بإخراج كل من تم اعتقاله في الإطار السياسي، نتحدث هنا عن المدنيين، والعودة إلى الوثيقة الدستورية لأن ما جرى خرج عنها. هل يبدو موقفا واضحا يعطينا صورة رأي الولايات المتحدة الأمريكية أو موقعها فيما يجري؟ نعم، أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي بدأ واضحا اليوم. أولا شكرا للمشاركة وآسف لما أدرى. الموقف الأمريكي واضح، السفارة طبعا أصدرت بيانها، السفارة في الخرطوم فيلتمان تحدث باسم الإدارة وألقى وخرج بتصريحاته صباح اليوم، ومن ثم البيت الأبيض أصدر بيانا كانت فيه المطالبة بالإفراج عن الذين ألقوا القبض عليهم ووضعوا قيد السجن المنزلي، مطالب بالإفراج عنها. هذا كله واضح تماما. ورأينا أيضا موقف الخارجية نيد برايس تحدث بصراحة عن قضية مسألة قطع المساعدات، وهناك ضغوطات كبيرة من الكونغرس. ف
فما سمعناه من رئيس لجنة العلاقات الخارجية باب منانديز على سبيل المثال، السناتور الديمقراطي الذي رأس اللجنة، تحدث بوضوح أن الولايات المتحدة ستقطع المساعدات، وكذلك كريس كون الذي هو رئيس لجنة الاعتمادات. فإذا نعم، هناك على الأقل اليوم بعد بداية فوضوية إن شئت أو عدم وضوح، اتضح الموقف تماما، الموقف الأمريكي على الأقل الرسمي. ماذا جرى بين المبعوث الأمريكي فيلتمان وبين المسؤولين السودانيين؟ ربما قد يكون موقع للتكهن وإلى آخره، لكن على الأقل الموقف الرسمي الأمريكي يطالب بالعودة إلى العملية الانتقالية، يطالب بالالتزام بالوثيقة الدستورية، يطالب بتسليم السلطة كما كان مخطط له يوم 17 تشرين الثاني المقبل، نوفمبر المقبل. إذا كل ذلك على الأقل يشير إلى الموقف الرسمي الأمريكي. بمعنى إذا أردت أن تعطيني عنوانا لهذا الموقف، سيما أنك ذكرت موضوع اللقاء مع جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي قبل ساعات على يعني إعلان برهان لإجراءاته هذه. الربط هنا أو التوقيت أو يعني اللقاء مع الإجراءات، يعني في وجاهية في هذا الربط لتعطيني عنوان أساسي للموقف الأمريكي أساسا برأيك فيما يجري؟ الموقف الأمريكي الرسمي هو الالتزام بالعملية الانتقالية. لا تريد الولايات المتحدة العودة إلى سيطرة العسكر، ولا تريد أن تبدو في هذه اللحظة من تاريخها وكانت تؤيد أي انقلابات عسكرية. فهذا هو موقفها الرسمي، وأعتقد أنها ستسعى وستستخدم كل ما لديها من أدوات ضغط كي تعود الأمور إلى نصابها. هذا لا يعني أنها ستعود، لكن على الأقل هذا هو الموقف الأمريكي في اللحظة هذه. بنعم أو لا، يعني يمكن أن تكون التحركات البرهان هي خارج النعم أو الموافقة أو الاطلاع أو الضوء الأخضر الأمريكي؟ نعم، وفق كل الخبراء في هذه العاصمة اليوم، الولايات المتحدة غير راضية على الإطلاق من ذلك. عندما توجه فيلدمان، وهو طبعا خبير في كثير من قضايا المنطقة، لكن بكل تأكيد حاولوا طرح بعض الحلول أو ربما في جعبتهم بعض الحلول كيف تستمر العملية. تذكري أن العسكر يخشون قضية الانتقال لأن هناك اتهامات لهم بالفساد والجرائم ولا آخره، وأنهم متورطون في ذلك من أيام البشير، وأنهم وخاصة وأن حمدوك طالب بالتحقيقات، وأن ذلك ربما وضعهم في موقع حرج. وقد يكون هذه إحدى الحلول التي بحثها فيلتمان مع المسؤولين السودانيين من الطرفين من المكون العسكري والسياسي، قد تكون تناولت هذه المسألة. لجنتين أوقفهما البرهان مباشرة بعد هذه الإجراءات، إزالة التمكين وأيضا يعني التحقيقات في موضوع فض اعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. وجيفري فيلتمان فعلا هو خبير في يعني قضايا المنطقة، لكن ليس بالضرورة بالمعنى الإيجابي، شواهد كثيرة وسنكمل بكل الأحوال حتى في موقع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالعودة إليك دكتور محمد تورشين، إن كان لديك ما تعقب حوله، ولكن حتى نغلق أو يعني بشكل أو بآخر يعني نكون درنا على المجال الداخلي السوداني، المشهد الآن إلى أين قد يتجه؟ نحن أمام يعني كما هناك يعني تشظي إن صح التعبير على مستوى القوى السياسية أو الثورية الرافضة للحكم العسكري بالمطلق أن يحكم البلاد بالمطلق، هناك أيضا يعني شارعين يعني إن صح التعبير على الأرض. هذا كيف يمكن أن نرى ارتداداته؟ وهل يمكن للتحركات الشعبية فقط أن تقف في وجه العسكر؟ هو الآن الشارع السوداني مراهن، وتحديدا التيار المؤمن بالانتقال المدني الديمقراطي وضرورة استكماله بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تشترك فيها كل القوى السياسية، مراهن على قضية التصعيد في الشارع. والآن المواجهات على أشدها بين الثوار في عدد من مناطق الخرطوم والولايات الأخرى، أكثر من 100 إصابة وأكثر من 10 شهداء سقطوا خلال هذا اليوم. فهذا يؤدي إلى أن هنالك مؤشر يؤكد بأن الاستمرار في مقاومة هذا الانقلاب سيكون أمر واقعي وعقلاني.
لكن هذا سيناريو ومن المتوقع انه يذهب الى نهاياته، ونهاياته انا في تقديري اذا استطاع الثوار بتجاوز الترسانة الامنيه المحيطه بالقياده العامه للجيش والوصول الى محيط اعتصام القياده العامه مجددا وحدوث اعتصام مجددا، ربما يجعل بعض المجموعات العسكريه والفصائل العسكريه تنحاز الى خيارات الشعب، ومن بعد اقامه تجربه او صياغه وثيقه دستوريه جديده ربما تكون تتحدث عن شراكه او ربما التيار الانقلابي الجديد يكون لديه تصور مختلف. هنالك سيناريو اخر وهو ان تستمر هذه الاوضاع بهذه الطريقه الانقلابيه ويتم تشكيل حكومه باوامر من رئيس القائد العالي، لانه فعليا الان عبد الفتاح البرهان ايضا حل نفسه بعدم الالتزام بالوثيقه الدستوريه ويتم تشكيل حكومه وفقا لاطر جديده. الملف الثالث او السيناريو الثالث المتوقع ايضا هو ان تدخل البلاد في فوضى نتيجه لتهور طرف من الاطراف، وهذا ياتي عندما ربما تنحاز فصيل من الفصائل العسكريه للخيار الشعبي، ربما ويتحدثون بعض التيارات او بعض الاتجاهات عن ضروره محاسبه ايضا كل الحركات التي باركت هذه الخطوه، ربما تذهب البلاد في انفلات امني جديد. السيناريو الاخير وهو انا اتوقع انه تتدخل القوى التي تؤمن بان السودان دوله محوريه، والاستقرار في السودان يساهم بشكل مباشر من تقصد باستقرار عفوا المنطقه. نعم، من تقصد بهذه القوى؟ أي أقصد الكثير من دول الاتحاد الأفريقي لا سيما منطقة الإيجاد، وطرح مبادرة لحوار داخلي بين المجلس العسكري وأطراف العملية السياسية، بالإضافة إلى من إعلام الحرية والتغيير، وهذا الحوار ربما يفضي إلى واقع جديد أو تشكيل مرحلة جديدة وفقا للوثيقة الدستورية التي تصلح أن تكون إطار لهذا الحوار، باعتبار أن العملية السياسية التي الآن تم الانقلاب عليها كانت نتيجة لمبادرة من أثيوبيا، فكل الخيارات مرجحة، باعتبار أن الواقع السوداني لا يمكن للسودان أن يحكم من قبل مجموعة عسكرية مهما كلف من ثمن، وبالتالي أيضا لا يمكن أن تكون هنالك مجموعات سواء كان مجموعات الأربعة أو مجموعة أخرى أن يعني تستفرد بالمشهد السياسي وتحكم الواقع السوداني في ظل إقصاء وإبعاد كل الأطراف الأخرى والقوى السياسية الأخرى. طيب، هل نحن سيد رسلان أمام مشكلة حوارات أم أنه في صيغ بشكل أو بآخر مطلوبة بعض القوى يراد أن تضم إلى المشهد السياسي في هذه المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات في عام 2023؟ بعض القوى حتى كانت في النظام السابق يعني البشير والدولة العميقة بشكل أو بآخر، وما حقيقة هنا بأن المشهد يرتب بناء على بعض الخلافات لبعض الدول العربية والإقليمية الترجمة في المشهد السوداني؟ الحقيقة الأسباب الأساسية والجوهرية لما يحدث في السودان الآن هو أسباب داخلية تتعلق بالبنية السودانية نفسها التي تتسم بتعدد واسع النطاق، وهذا التعدد لم يجد الاستراتيجية المناسبة لنوع من التواصل لتأكيد الانتماء الوطني واستكمال مشروع الدولة الوطنية في السودان، وبالتالي سنجد أن هناك انقسامات واستقطابات على أساس قهوي وعلى أساس عرقي وعلى أساس قبلي وأحيانا أيضا ثقافي، وتاليا يأتي الدور الخارجي، لأن كل دور خارجي يسعى للبحث عن مصالحه وهو يوظف الداخل الذي هو مستعد لذلك ومتقبل له ومتفاعل أيضا معه. فالوضع الحالي هو يعني وصل إلى مرحلة من التشظي، وعلى القوى السياسية وعلى العقلاء والنخب السودانية في كافة المجالات أن تنتبه لذلك، لأنه ما يحدث الآن يعرض بنية الدولة السودانية نفسها التي تتسم بالهشاشة في الوقت الحالي إلى انفراط العقد، وإذا حدث ذلك لا قدر الله
لن يستطيع أحد أن يعيد ضم الصفوف مرة أخرى. إلى أي حد سيد رسلان ذلك مطلوب؟ بمعنى أنت أشرت عفوا إلى أنه في مش يعني صحيح هناك خارج لكن هناك داخل جاهز، لكن ما بعد يعني الانقلاب على حكم البشير أو الثورة كما أيضا يعني يتم تسميتها، في عملية دعم يفترض من القوى الخارجية التي رعت هذه الحوار الذي أفضل الوثيقة الدستورية، حتى الدعم المادي من أطراف عربية أو حتى غربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بعض التقارير تتحدث بأنها دخلت إلى جيوب العسكر ولم تصرف بالطريقة التي يفترض أن تصرف بها خدمة للشعب السوداني، بمعنى أريد للواقع الاجتماعي والاقتصادي. يبدو أنه فقدنا التواصل مع سيد رسلان، بكل أحوال سأحتفظ بالسؤال إلى حين يعني جهوزيته، يعني أعيد إليك بصيغة أو بأخرى سيد عريقات، إلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية لم ترعى المشهد في السودان بحيث يصل إلى خلاصات؟ مطلوب هذا المشهد بشكل أو بآخر، وفي اختلاف على ما ينقل أقله في الصحافة الإسرائيلية، بمعنى يعني إسرائيل هيوم تتحدث عن نقلا عن مصادر من مسؤولين في إسرائيل بأنه الأفضل أن ندعم العسكر وليس المدنيين في المشهد السوداني. قد يكون ذلك الموقف الإسرائيلي وربما مدعوم بخلفية محددة، كلنا يذكر أن موقف البرهان أو على الأقل هكذا كان التفسير كان داعما أكثر لعملية التطبيع ربما من حمدوك، هكذا تم الحديث في الأروقة الإسرائيلية عندما كان هناك الحديث في بدايته عن التطبيع وإلى آخره. فإذا نعم قد يكون هناك قوى في إسرائيل وفي غيرها ترى في موقف العسكر أكثر صلابة وأكثر تمسكا بعملية التطبيع، بينما أن الحكومة المدنية التي بالضرورة ستعكس رغبات المواطنين السودانيين الذين بأغلبهم يعارضون التطبيع ويعارضون العلاقات الإسرائيلية السودانية وينظرون إلى إسرائيل ويدعمون القضية الفلسطينية والقضايا العربية ويدعمون المقاومة، سيكون لهم أثر هذا المجتمع الأثر الشعبي على الحكومة المدنية أكثر، فقد يكون هناك تكهنات. الموقف الأمريكي في تقديري أن الولايات المتحدة هي تركز على بعض القضايا، هي أرادت للسودان أن يخطو خطوة بعيدا عن الماضي من كثرة الحديث ومن كثرة الإدانة بالنسبة للتواطؤ الأمريكي السوداني أيام بشير وإلى غيره، خاصة في العشر سنوات الماضية قبل أن يتم الإطاحة بالبشير. الولايات المتحدة أرادت أن يكون هناك تطبيعا، الولايات المتحدة أرادت أن تخرج السودان من لائحة الإرهاب مقابل ثمن، فهي هذا ما تريده. ولذلك في تقديري هي تنظر بانزعاج كبير جدا لما يجري في السودان، لأنها تريد أن يكون هناك استتباع وأن يكون هناك تطبيع وأن يكون هناك مجالا لاستمرار الدعم الاقتصادي والسياسي للسودان. طب عاد إلينا السيد هاني رسلان، كنت أسألك إلى أي حد هو مطلوب الفوضى في السودان، بمعنى في عملية تدخل من بعض القوى الخارجية لا سيما الدولية منها يراد منها أو تفضي إلى دول فاشلة، يعني جيفري فيلتمان ثلاث مرات في شهر كان موجود في السودان، هل ممكن بتقييمك أيضا بأنه لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مقترح برأيك كما طرح سيد عريقات؟ ما الذي قد حمله إذن قبل ساعات من إتمام هذه الإجراءات برأيك؟ هو طبعا الولايات المتحدة لها أهداف في السودان، هنا كانت على خلاف عميق مع النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإخوان المسلمين، وكانت تعتبر أن هذا سياسات هذا النظام تمثل تهديدا لمصالح الأمن القومي الأمريكي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن يكون السودان ضمن الدائرة الأمريكية، وتريد أن تبعد النفوذ الصيني والنفوذ التركي من السودان في إطار التنافس الدولي الحادث حاليا، ووسيلتهم إلى ذلك هي السيطرة يعني التدخل في الملف الاقتصادي ودعم القوى المدنية، لأنه باعتبار أن الجيش أو القوات المسلحة كان قد تمت أسلمتها في العقود الثلاثة الأخيرة، وكانت تتكون من عناصر تابعة غالبا لحركة الإخوان المسلمين. إذن في الوقت الحالي
جولات فلتمان وتدخله. كان هناك ما اقترح بأن يتم تسليم الرئاسة لمجلس السيادة للمدنيين في موعدها، وأن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع تكون السيطرة فيه للعسكريين. لكن يبدو أن هذا المقترح لم يناسب البرهان وفريقه، ومن ثم قرر اتخاذ هذه الإجراءات لإنهاء حالة الانسداد. وكما ذكرت سابقا، أعتقد أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى الخروج من الأزمة، بل هي قد تعمقها وقد تضع أبعادا إضافية تعمق من هذه الأزمة. كل الأحوال ما نقل بأنه في اجتماع أيضا دار بين البرهان وحمدوك، برهان حمل مقترحات على حمدوك، والأخير قال بأنه سيرد يعني بمهلة حتى نهاية الشهر الحالي، لكن الساعات كانت فاصلة. وإلى أي حد ربما بعض الأطراف لا سيما العربية والإقليمية سنناقش هذه النقطة والمستقبل الذي يمكن أن نراه انطلاقا من المواقف الدولية التي في جلها يعني لديها قلق وترفض الخروج عن مسار الانتقال الذي اتفق عليه بالوثيقة الدستورية. هذه النقاط سنناقشها وإياكم ضيوفنا دكتور محمد تورشين، سيد هاني رسلان وسيد سعيد ورقات ومشاهدينا، لكننا سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل مسائي. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. مواقف كثيرة صدرت إزاء ما يجري في السودان. الولايات المتحدة عدته مخالفا للإعلان الدستوري وللتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا. أما الاتحاد الأوروبي فقد دعا جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح، فيما دعت فرنسا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والقيادات المدنية المعتقلة. مطلب رددته أيضا الأمم المتحدة التي حثت جميع الأطراف على ضبط النفس والعودة فورا للحوار بحسن نية من أجل استعادة النظام الدستوري. عربيا دعت الجامعة العربية جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقات الفترة الانتقالية في البلاد. ومن جانبها أيضا السعودية فقد شددت على ضرورة ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية وأيضا اقتصادية. مواقف أكدتها مصر وشددت على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته، فيما أيضا دعت الجزائر إلى الاحتكام للوثيقة الدستورية داعية كل الأطراف مدنيين وعسكريين إلى انتهاج الحوار واتفاق جوبا للسلام من أجل حل الأزمة الراهنة. إذا اتفاق تقاسم السلطة في السودان أصبح في خبر كان، في حين يبدو الانقلاب مسنودا بتكتل سياسي انشق عن ائتلاف الحرية والتغيير. محمد بو عبد الله. فليفرح السودانيون الثائرون يومها تلقفوا بحفاوة عزل البشير، لكن الحكم آل إلى العسكر مجددا على الطريقة المصرية بعد ثورة يناير، وإن كان الإخراج سودانيا بانتقال المناصفة، حيث السيادة للعسكر على رأس مجلسها والحكومة برأس مدنية. جرى توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر من جهة والمدنيين من جهة أخرى يمثلهم ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونص الاتفاق على 3 سنوات للفترة الانتقالية قبل أن يجري تمديدها لاحقا. كان ذاك التوافق المرحلي للتقاسم مثقلا بأزمات السودان، حيث ساءت أكثر معيشة أهله بلا حلول في الأفق الاقتصادي، واتسع نطاق الخلافات سياسيا وأمنيا برغم الاتفاقات مع الحركات المسلحة هنا وهناك، وذاك من تعقيدات أزمة السودان. من بين التعقيدات نشوب أزمة شرق السودان، أعقبها الشهر الماضي تفجر أزمة الصراع على السلطة بعد محاولة انقلاب فاشلة، وتبادل المدنيون والعسكر الاتهام بالسعي لانفراد كل طرف بالسلطة في السودان. رافق ذلك تحميل كليهما الآخر مسؤوليات تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، وشهد الشارع السوداني تظاهرات واسعة دعا إليها المكون المدني الذي يشهد انشقاقات داخلية أضعفت الدعم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وفي مطلع أكتوبر تشرين الأول خرج إلى العلن مولود سياسي جديد هو ميثاق التوافق الوطني، بعد أن وقعت عليه قوى سياسية وحركات مسلحة منشقة عن ائتلاف الحرية والتغيير، ويدعو إلى توسيع الحاضنة السياسية للثورة. وبالتزامن في الخرطوم طاء
طالبت تظاهرات احتجاجية بإسقاط الحكومة الانتقالية دعت إليها القوى المنشقة التي اتهمت اللجنة المركزية بالتفرد بالسلطة وبإقصاء بقية التيارات المدنية، فيما استنكرت الحرية والتغيير الانشقاق واتهمت القوى الموقعة على الميثاق بدعم المكون العسكري. ولم تمضي إلا أسابيع قلائل حتى بات الحمدوك خارج السلطة معتقلاً في انقلاب هندسه العسكر، مستندين داخلياً ربما إلى حراك الشارع المسنود سياسياً، وخارجياً ربما أيضاً بضوء أخضر أمريكي لا يزال يكتنفه الغموض. من جديد نرحب بضيوفنا سيد سعيد عريقات من واشنطن، سيد هاني رسلان من القاهرة، والدكتور محمد تورشين معنا من باريس. دكتور تورشين، إذا أردنا أن نقيم بناء المواقف التي خرجت، لا يبدو أن هناك من موقف يدعم الخطوة التي انتهجها البرهان المجلس العسكري فيما قام به اليوم. هل يمكن فعلا أن تكون هذه الخطوة فقط من عندياته؟ إلى أي حد هناك بعض القوى العربية وحتى الإقليمية دعمت؟ هناك حديث عن يعني بعض الدول الخليجية تدعم بين كلا الطرفين، هي من دفعت البرهان للذهاب بهذه الخطوة التي بالتالي ستلحق بها كل القوى الفاعلة بالمشهد السوداني وتبحث عن حلول. هو بحقيقة الأمر أنا استبعد تماما أن تكون هذه الخطوة نابعة من خطوة عسكرية داخلية صرفة، بالرغم أن هذه الخطوة يعني يمكن أن تصف بأنها مغامرة غير محسوبة العواقب والأبعاد، لكن هذا الانقلاب أنا في تقديري مسنود من قوى إقليمية وربما حتى من قوى دولية، باعتبار أن بيانات الإدانة هي بيانات تأتي في إطار الأجواء الدبلوماسية وحفظ ماء الوجه فقط، لم تكن بيانات قوية تدين بشكل قوي كما حدث في انقلاب مالي أو قينيا إلى حد ما أو الانقلابات الأخرى. عموما الكل يعلم أنه المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا هنالك قوى إقليمية لا تزعم أن يحدث تحول ديمقراطي وانتقال ديمقراطي سلس في المنطقة لاعتبارات كثيرة متعلقة بالأمن القومي لتلك الدول. وكذلك عن من نتحدث هنا دكتور تورشين؟ هل لك أن تخبرنا؟ القضية ربما تشير أصابع الاتهام إلى الإمارات، البعض يشير إلى مصر باعتبار أن هنالك مصالح استراتيجية للإمارات تحديدا فيما يتعلق بالسيطرة على الموانئ السودانية في شرق السودان والاحتجاجات التي تجري في شرق السودان، هنالك جهات تصب أصابع الاتهام إلى الإمارات بأنها دعمت تلك الجماعات أو غيرها. عطفا على ذلك القوى السياسية حتى الآن القوى المعتقلة في معتقلات المجموعة الانقلابية لديها كان تواصلات مع الإمارات، ففي تقديري المشهد مهندس بشكل دقيق وبشكل مرتب، وكل الأطراف السودانية عملت على تأزيم المشهد السياسي ووصوله إلى هذه المحطة بوعي أو من دون وعي. نحن نتحدث عن حادثة ربما تدعو إلى الاستغراب والدهشة، هذا الانقلاب تم في حضور المبعوث الأمريكي، المبعوث الأمريكي غادر البلاد بعد استكمال أركان الانقلاب، يعني المحور السوداني أو الدولة السودانية الآن هي دولة محورية بشكل يعني لا يمكن أن نتناقش فيه اثنان، هنالك أطماع من روسيا، هنالك أطماع من تركيا، هنالك أطماع من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أي إقفال لها أو عدم إشراكها في الهندسة أو في التركيب للمشهد السوداني ربما يفتح الباب. ما الذي ترمي إليه دكتور؟ بمعنى ما الذي يعني ما هي القطبة المخفية المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تشير إليها لجهة يعني تواجد فيلتمان في السودان؟ أنا عندما أتحدث والجميع ممكن يرجع لخطاب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، تحدث في المؤتمر الصحفي الأخير في ثلاث نقاط، وهذه الثلاث نقاط تضمنها البيان الانقلابي. النقطة الأولى الاحتفاظ بسلام جوبا والاستمرار وأهمية عدم استبعاد الأطراف السلمية، وهذا النص كان موجودا في البيان الانقلابي. كذلك الموجهات الأمريكية التالية تحدثت عن توسيع قاعدة المشاركة، وهذه الجزئية تحدث عنها أيضا البيان الانقلابي لعبد الفتاح البرهان، وتحدث عن برلمان يشترك فيه شباب الثورة والقوى السياسية. الجزئية الثالثة والأخيرة وهي أيضا مهمة جدا وهي مسألة الانتخابات. هذه الموجهات الثلاثة كانت حاضرة بقوة في تصريحات المبعوث الأمريكي في بيان الإدارة الأمريكية، والآن المجموعة الانقلابية تتحدث عن تلك الأشياء بشكل واضح وصريح، حتى التصورات التي طرحتها الإدارة الأمريكية للحكومة السودانية
هي لم يتم الكشف عنها. فعموما هذه الخطوة أنا في تقديري إن لم تكن يعني مغامرة بشكل كبير، فهي مدعومة ومسنودة من أطراف كثيرة من أجل المضي قدما بالمشهد السوداني إلى نهايات يعني تتسيطر عليها وتتحكم عليها قوى سياسية. نعم. ولاحظنا أن كل تجربة الانتقال أو الربيع العربي في المنطقة باءت بالفشل، حتى التجربة التونسية التي صمدت عقد من الزمان الآن تتهاوى وأنت تسدد بشكل أو بآخر للخارج. ونحن نتحدث عن السودان، من المهم أن نشير إلى أن السودان فعلا بلد استراتيجي له بعد وعمق يعني عروبي، ولديه يعني مواقف وطنية أصيلة من قضايا يعني العالم العربي، الوطن العربي، لا سيما القضية الفلسطينية. لذلك موضوع أيضا التطبيع هو موضوع حساس جدا وذكره مهم حتى فيما يجري، فيما يراد له ربما رسم خلاصات لمستقبل السودان. سيد هاني أرسلان، سأنقل لك النقطة التي طرحها سيد تورشين أو دكتور تورشين حول دور بعض الدول العربية، ذكر مصر والإمارات. كيف وجدت ما طرحه؟ سيد أرسلان، سيد رسلان تسمعني؟ بكل الأحوال يعني إلى حين جهوزية سيد رسلان أنتقل من جديد إليك سيد سعيد عريقات. بعد إلينا سيد رسلان، لطفا سيد عريقات تبقى معنا، ورب سيكون الختام مسك وإياك كما كل المسك يعني يمر على كل ضيوفنا. سيد رسلان تسمعني؟ تسمعني سيد رسلان؟ سيختار إذا السيد رسلان أن يكون الختام مسك معه. سيد عريقات أشار لنقطة حول الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى هل نحن أمام موقف متأخر للولايات المتحدة الأمريكية بانشغالها في ترتيبات المنطقة، أم أن هناك ورقة سيخرجها الساحر الأمريكي؟ والآن نحن أمام مرحلة الضغط الأمريكي غير المباشر بالحديث عن ضرورة إخراج المدنيين المعتقلين يعني حمدوك وما إلى ذلك، الضغط المالي والتسوية ستكون هناك. أي حضور لأمريكا سنراه في المستقبل السوداني انطلاقا من هذه التطورات؟ شوفي، أنا أعتقد أنه من المغري جدا أن نقول وجود فيلتمان في المنطقة ولقائه في هذه اللقاءات قد كان المقدمة ربما لهذا الانقلاب، ويمكن التكهن حول ذلك. لكن إذا ما نظرنا إلى المواقف الأمريكية نرى أنها واضحة تماما في معارضتها للانقلاب، كذلك موقف الكونغرس الذي في نهاية المطاف هو الذي يقرر المساعدات. الولايات المتحدة تدرك تماما أن السودان دولة قوية ولها وجود قوي في المنطقة ومهمة جدا في المنطقة. الولايات المتحدة لا شك أنها تريد أن تبعد السودان من تحت السيطرة أو المحتملة، السيطرة الصينية المحتملة والأثر الصيني المحتمل. نعم، الولايات المتحدة لديها حلفاء في الإمارات وفي مصر، وقد يكون لهم ربما مواقف معارضة لعملية انتقال السلطة أو قد لا يكون، لكن هناك علاقات وطيدة وثيقة بين الإمارات ومصر من جهة والسودان من جهة أخرى، وقد يكون لهم مآرب. لكن بكل تأكيد سنرى البرهان في الأيام القليلة القادمة، ربما خلال 24 و48 ساعة القادمة، عن مدى جدية الولايات المتحدة بالمطالبة والضغط الأكيد على عملية العودة إلى انتقال السلطة، الإفراج عن المعتقلين. سيتم توضيح ذلك بشكل لا ربما قد لا يقبل الشك. لا أدري سيد عريقات، لماذا لا تجد الأمر مغرًا بأن نتحدث عن جيفري فيلتمان، ليس أي أحد، يعني جيفري فيلتمان يعني صديق إسرائيل، جيفري فيلتمان سيناريو لبنان، جيفري فيلتمان سوريا في عشرية النابل عراب بشكل أو بآخر. حتى لا تسيء فهمي على الإطلاق، أنا أعرف لا حتى لا يسيء المشاهدون الفهم، ولا وباعه طويل في العبث في المنطقة لا شك في ذلك، خاصة في سوريا، خاصة وأنه فعلًا من المناصرين الأشداء لإسرائيل تاريخيا. لكن في تقديري أن عملية الانقلاب في السودان ستضع الولايات المتحدة في موقع حرج. الولايات المتحدة التي طالما وتحدثت ودفعت باتجاه التحول الديمقراطي، دفعت ووضعت ذلك كأساس في سياستها الخارجية تجاه السودان خلال العام الماضي أو أكثر،
منذ عملية التطبيع ومنذ أن أنها شطب السودان من لائحة الإرهاب. في تقديري نعم قد يكون في 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 ربما كما قلت قد يكون الوضع مغرم للولايات المتحدة وللمحللين أن تعود السيطرة للعسكر، لكن سيكون من الصعب جدا بيع ذلك إلى الكونغرس بالعلن، يعني بمعنى القيادة من الخلف. ليس بالضرورة الأمر مرتبط بالجانب العسكري، هذا بالتساؤل يعني ما زلنا نطرح. سيد رسلان، في نقطة طرحها دكتور تورشين مرتبطة بالأطراف الخارجية وذكر من بينها مصر والإمارات، ما رأيك بما طرحه في موقعها ودعمها لما قام به البرهان وحمدتي؟ يعني أتحدث عن طرفين أساسيين في مجال. هذه مسألة متكررة، توجيه اتهامات للخارج. الإمارات يعني تدافع عن نفسها، لكن بالنسبة لمصر، مصر ليس لها هدف في السودان إلا الحفاظ على الاستقرار. هذا الاستقرار هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بدون استقرار لن يكون هناك تنمية، ولن تكون هناك أمن، ولن تكون هناك عملية سياسية منتظمة في السودان. مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي للسودان، ولكن تدعم كل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار لصالح الشعب السوداني كله وليس لصالح فئة دون الأخرى. وأريد أن أنبه أنه ما يحدث في السودان بالأساس هو لأسباب داخلية تتعلق بالتكوين السوداني نفسه، وما يحدث الآن ليس لأنه تكرر في فترات ثم انقلاب. فالعملية صوتي تقطع تكررة وليست أمرا جديدا. نعم. وأنا أعتقد على الأسباب الحقيقية سيد رسلان من البحث عن شماعات خارجية. طيب يعني أنت تتحدث أنه لا شيء جديد والمشهد السوداني إن كان على مستوى الانقلابات أو على بالنسبة للفسيفساء في المكون يعني السوداني يسمح بأن نرى مثل ذلك. سأخذ منك تعليق دكتور تورشين. أو حالة التشظي الداخلية. دكتور تورشين، هل نحن أمام بحث عن سوار ذهب ثاني إن صح التعبير في السودان إذا كان المشهد داخلي وحول نقطة الخارج باقتضاب لطفا؟ نحن الآن أمام منعطف خطير ينبغي على كل القوى السياسية استدراك حقيقة واحدة، بأن السودان بحكم التنوع الثقافي والإثني والعرقي وحتى التنوع السياسي وكذلك التنوع العسكري، لا يمكن لأي جهة منفردة مهما كانت ومهما امتلكت من قوة أن تدير السودان بشكل منفرد بعيدا عن التوافق الوطني. وأتمنى أن تكون هذه هي بداية لتوافق وطني جديد وفق الأطر جديدة تضع لبنة أساسية لاستكمال بناء الدولة السودانية وفق الشعارات التي رفعتها ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والعدالة أو التغيير. أما فيما يتعلق بالبعد الخارجي، الكل يعلم بأن كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، والبعض ينظر للسودان بأنه حديقة خلفية ينبغي أن يكون في حالة من الانهيار والتشظي حتى يسهل له تحقيق مصالحه الاستراتيجية على مدار القرون المقبلة وكما فعل في الماضي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد تورشين الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني ضيفنا، كنت معنا من باريس. سيد هاني رسلان مستشار مركز الأهرام لدراسات شؤون السودان وحوض النيل ضيفنا من القاهرة، وسيد سعيد عراق الخبير في الشؤون السياسية ضيفنا من واشنطن. جزيل الشكر لكم ضيوفنا من جديد ولمشاهدينا المسائي. انتهت دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.